طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقت إن شاء الله هنكمل الجزء الخاص بالسلايدر وبعض الكونتنتس بتاعة السايت بتاع الـ AWU اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. تمام، ده الشكل النهائي بتاعه. احنا وصلنا لحد الجزء الخاص بالسلايدر وهنا السايد بار وهنشتغل دلوقتي على السلايدر. كويس، هنا عندي في السلايدر بتاعي في الخلفية اللي انا عاملها دي، وبعدين في البوتومز، وفي الصورة اللي هتيجي فيه في الصورة نفسها بتاعت السلايد نفسها اللي هتتحرك معي. طيب جميل، اقف هنا. بعدين تعالى، المساحة دي كام الفاضية لحد هنا؟ 830. طيب 830 ممكن نسيب 20 بكسل، يبقى ناخد منها 810. 810 كويس، 810 تمام. ويبقى 20 بكسل ده هامش بين الجزء اليمين والجزء الشمال، أو السلايدر والإيه والسايد بار. بعد كده الارتفاع، ارتفاع عندي تقريبا 329، ماشي. يعني هاجي هنا كده 810، خلاص اتفقنا. 810 على 330 مثلا، ماشي. 330 هنا، تمام. يبقى 330 كمان اسحب ايه جايد لاين. يبقى ده الجزء الخاص بالايه بالسلايدر بتاعي. اول حاجه هقوم جاي على الشيب واقوم عامل الشيب اللي هو هيبقى الباك جراوند بتاعت السلايدر بالشكل ده، كنترول اتش كده. طبعا الفور جراوند عندي كان ابيض، فالشيب موجود بس لون مختلف. انا هنا اعمل اللون ايه، ماشي. ممكن هنا موجود عليه تاثير، في هنا افتح في اغمق، ماشي. هرجع هنا اجيب اللايرز بتاعتي، بس نفس اللون ده كده مبدئيا، كويس. طبعا ده هيكون خلفية في الأصل، مش هيظهر معايا يعني، بس إيه أنا بس عامله عشان أبقى أنا شايف المحتوى اللي هيظهر في السلايدر بتاعي. بعد كده بجيب سكرين شوت أو بجيب الصورة اللي هتظهر نفسها، وطبعا دي صورة جاهزة هو العميل بيديها لي. تمام، خليها كده الصورة بتاعتي أهي. نركب الصورة بتاعتنا في المكان بتاعها، كويس. كده تمام من هنا، ماشي. في زيادة 1 بكسل في الصورة أو 2 بكسل، ممكن إن أنا بعمل سيلكت كده وباجي على الجايد بتاعي كده وأقف وبعمل ديليت، اشيل ايه الزيادة نفسها. تمام كده، ايه الصورة بتاعتي بتاعت السلايدر ركبت، مفيش اي مشكلة خالص. بقى عندي ان انا بعمل الايه اللي هما الاروز دول اللي هو الليفت والرايت، اعمل كده حدد ده اهو، حدد ده كده. طيب في اغلب الحالات انا بكون ايه جايب واحد بس، يعني بكون مثلا جايب اللي هو ايه ناحية الرايت ده، بكون ايه محمله من على الايكون فايندر مثلا، ويكون عندي بالشكل ده. طيب انا حملت ده وجبته، كويس. فين الارو بتاعي؟ مظهرش. طيب تاني، معلش هقول هنا الارو ده، كليك يمين واعمل له دبل كيت، بعتهولي على الصورة دي. تمام، الملف ده وصل، جميل. انا عايز اخد كوبي من الارو ده واعكسه الناحية التانية، نفس الطريقة اللي عملنا بيها الظل بتاع الهيد في السايد بار، بنعمل بيها نفس الكلام ده. اول حاجة هقوم واخد كده جايد لاينز عليه، ok
كده تمام. وبعدين اعمل الاول كنترول جي اخد منه نسخة تانية واسحبها ايه في الجانب التاني. تمام كده انا جبت ايه الصورة بتاعتي. بعدين بعمل لها كنترول تي كويس واعمل لها ايه فليب هوريزونتال بتتعكس معايا بالشكل ده. واضح يا شباب كده؟ اعتقد ايه الموضوع سهل ومفيش اي مشكله. قدرت ان انا اعمل الجزء الخاص بالسلايدر بتاعي. ان شاء الله احنا هنكمل بعد الثلاث مستويات، هنشتغل في الدوره الخاصه بالورد بريس وهنركب الستايل اللي احنا بنعمله ده وورد بريس تمام. فهنشوف ازاي نركب عليه الجيكواري او البلاجنز بتاعت الورد بريس نفسها، وان شاء الله تكون حاجه تحفه حاجه ظريفه يعني ان شاء الله ايه في نهايه الدوره. بعد كده عندي في المسافه دي تقريبا 20 بكسل كمان فاصل، بس بعمل كنترول اتش كده اظهر الجايدز بتاعتي واسحب من هنا واقف هنا عند ال 575 يبقى 595 هنا ابدا اقف عندها. وبعدين ابدا اكتب عندي في ايه في حاجه اسمها ليتست بروجكت، نص مكتوب عادي جدا مفيهوش اي مشكله، ممكن اعمله دبل كيت وابعته على طول تمام. خلاص هيجي في نفس المكان ده، فرق بقى ايه مسافات بين الملف ده والملف التاني مش مشكلة. بعد كده عندي صورة انا عاملها كسامبل كويس، هبني عليها ايه حاجة اسمها ليتست بروجكت. كل بروجكت هيكون معاه صورة وليه عنوان ومعاه ايه باراجراف مكتوب وفي لينك اللي هو ايه بيدخل على الصفحة نفسها. طيب مبدئيا يعني هيكون الصورة دي بالشكل ده وهيكون في واحد والتاني، يعني هنقسم المسافة البيضة على ناحيتين. فهنقول ان احنا عندنا هنا البروجكت الواحد هيبقى كام؟ 392 والارتفاع بتاعه 100 كويس، وهيتكرر في الناحية التانية. يعني هاجي على المكان ده واقول له ان انا من هنا كده ده يبقى 392 كده، انزل انزل نخلي 390، هنرتب أرقامنا شوية احنا شغالين كده. بعدين أسحب جايد لاين على ده كويس، وبعدين أخد نفس ده على الناحية التانية بقى على طول. خلاص أنا عرفت إن ده واحد ده إيه 390 يبقى التانية 390، يبقى المسافة الباقية هتتقسم فيما بينهم إيه في النص كويس. فدي كده أول تقسيم. أهم حاجة عندي إن أنا أكون مقسم مسافات إيه مظبوط. يعني نفس الكلام انا سبت 20 فوق، ممكن اسيب كمان 20 هنا، هنا واقف عند 730 او عند 750 بعد كده بالشكل ده تمام. بعدين انا هقف هسيب 100 بكسل عند 750 يبقى اقف عند 850، انزل كمان 350. يبقى انا كده عملت ايه 1 2 3 4، دول اربع بلوكات هيكون اربع بروجكتس الاماكن بتاعتهم ايه مظبوطه. بعد كده بكتب عندي في الجزء الخاص بالتايتل بتاع الايه البروجكت، وليكن مثلا كلمه arabiangerman.com دي بجيب تايب تول بدوس على الحرف التي وببدا اجيب ايه اكتب النص بتاعي وايه وارتبه بالشكل ده. بعد كده في باراجراف بيتكتب، مثلا هناخد طبعا النص ده كسامبل، ولما نيجي ان شاء الله نعمل الادمنستريشن بالووردبريس هنتعلم بقى ازاي ان احنا نجيب الكلام ده بشكل اوتوماتيك. دلوقتي انا كتبت حاجتين، كتبت حاجة وهكتب حاجة تانية عكسها، يعني دي لاين واحد والتانية هتبقى باراجراف. في حالة الباراجراف أنا بدوس كده وبعدين بسحب بقول له إيه أنا عايز الباراجراف بتاعي يطلع في المكان ده جميل، وبعد ما كنترول في أو بكتب النص بتاعي بالشكل ده. طيب أنا جيت كده بس أنا زيرو تحت شوية تمام. لاحظ الباراجراف بتاعي متساوي كده زي ما انت شايف، معمول جاستيفاي. الكلام ده بتحكم فيه منين ازاي؟ لان طبعا اوتوماتيكلي معاك مش هيجي جاستيفاي كده بالشكل ده. بدوس هنا على بتاعه التايب ده تمام، بجيب منه حاجه اسمها الباراجراف، الاقي بقى موضوع الالاينمنت والعربي والانجليزي والكلام ده. يعني انا بكتب انجلش فبكتب من ايه من الليفت تو رايت، والعكس ان انا بكتب من رايت تو ليفت انا بكتب بلغه عربيه تمام، وهكذا برضو عمليه ان انا بعمل من ايه الشمال اليمين او توسيط او كده. وفي حاله الباراجراف بعمل جاستيفاي، لاحظ معايا هو اوتوماتيك هيطلع كده، لما اعمله جاستيفاي فيقوم ايه مرتب نهايات الاسطر بالشكل ده كويس تمام. بعد كده يكون بقى عندي حاجه اللينك بقى اللي هو ايه اللي هيدخلني على الصفحه نفسها من جوه،
وليكن مثلا هنعمل كلمة read more أو more أو أيا كانت. تمام، يبقى أنا كده إيه رتبت كل الجزء الخاص بالبروجكت الأولاني. وأنا بعمل التصميم باخد كوبي من الكلام ده، تمام، علشان الوقت بتاعي، وأبدأ إيه أكرره. بعد كده أنا بعمل بقى إيه عملية الداتا انتري أو الأدمنستريشن بتاعة السايت. طبعا بدخل البروجكتس بقى إيه الحقيقية نفسها. طيب دلوقتي انا خلصت اول بروجكت، خلاص زي ما اتعلمت ان انا هقوم مجمع كل اللايرز دي الخاصه بالايه بالبروجكت، واعملها كنترول جي واحطها في لاير ايه كده زي ما انا شايف، واسميها مثلا ايه بروجكت بالشكل ده. جميل. كمان ممكن ان انا اجمع الحاجات الخاصه بالسلايدر كده، تمام، كنترول جي والسلايدر بتاعي، واسميه ايه سلايدر. دايما وانا شغال كده اول باول ابدا ارتب الايه منطقه العمل بتاعتي، الورشه بتاعتي، ده الشغل بتاعي، لازم يكون ايه العمليه مترتبه ونظيفه كده. لو انا دوست كده بيقوم فاتح لي الجروب اللي انا عملتها ويقف على اللاير اللي انا دوست عليها. طب انا عايز اسحب اللاير كلها مثلا، اعمل ايه؟ اخليه ان انا هنا جنب الاوتو سيلكت ده، الاوتو سيلكت اللي انا لما ادوس يعمل تحديد اوتوماتيك على المكان اللي انا رحت عليه. فاعمل لو انا شلتها طبعا مش هيحدد خلاص، يعني لازم اعمل كليك يمين واختار اسم اللاير او ان انا احدد اللاير من هنا. فانا هقول له اوتو سيلكت ماشي، بس ما تبقاش لاير، تبقى جروب، يعني لما ادوس يقف على الجروب نفسها، فبالتالي يسحب الجروب بالشكل ده. فانا اقدر اقف على الجروب دي وادوس على الالت وابدا اسحب كده، تمام، واعمل ايه اخد كوبي من اللاير نفسها بالشكل ده. لاحظ معايا نزلت مترتبه ليه؟ لان انا حددت الهوامش وحددت الايه بالجايد لاينز المكان الوهمي اللي هي هتنزل فيه. بعد كده ممكن انا ايه اقفل كده شويه المنطقه بتاعتي تبقى باينه، هاخد ده وادوس شيفت وادوس على ده الاثنين مع بعض، ممكن اعملهم كنترول جي وابدا اسحبهم تحت بالشكل ده. تمام، جميل. الوقت كده ايه بفضل الله ايه قدرنا ان احنا نكمل الشكل بتاع الكونتنت والسلايدر. نرجع للتصميم بتاعنا نشوف ايه اللي باقي عندنا. الكلام ده معمول 1 2 معمول 4 مرات، يبقى انا هبدأ ازود 4 كمان كوبي من دول. بس في الاول هبدأ الاحظ ان منطقة العمل بتاعتي ايه خلاص خلصت، محتاج ان انا ازود السايد. في حاجة عندي اسمها الكروب تول، تمام، اللي هي دي ان انا بعمل تطاير للصفحة، سواء تطاير ان انا بلغي جزء منها او ان انا بزود لها جزء تاني، يعني عملية عكسية. انا لو جيت كده عملت كده فانا بقول له ايه اعمل لي طير لي الجزء اللي هو ايه اللي مش واضح معايا ده خالص، هدوس كده فيقوم ايه ديليت الكلام ده، تمام، خلاص بقى ده الشكل الجديد. او لو انا عايز العكس بقى، ان انا ايه طبعا انا بعمل كنترول زائد وكنترول ناقص اقدر اتحكم في الزوم بتاع الصفحه، تمام. وفي هنا برضو اعداد الزوم اهي، ده انا ادوس عليها وابدا ازوم بيها، ولو دوست على الالت طبعا تعمل ايه الناقص. فانا هبدا ادوس هنا كده اسحب، لاحظ معايا ايه بيقول لي ان انا الهايت بيتغير بيزيد معاك، وقت وصلنا 1400 1500 1800 لحد ايه ما انا محتاج. فخلينا مثلا مبدئيا هقول ان انا 1700 بكسل مثلا، واذا احتجت هشيل، وفي نهايه التصميم اذا ال 1700 فيهم زياده هشيلهم. كويس، 720 مش مشكله، تمام. طبعا هنا جاب لي اللون الاحمر ده جابه منين؟ اللي هو ايه الباك جراوند كالر، ده طبيعي طبعا. فلما يعمل معايا كده اقوم واقف على الباك جراوند اللير نفسها واعمل لها كنترول A وشيفت F5 واديها ايه عبيها لون ابيض. اوكي، تمام، كنترول D كده، كنترول S، خلاص كده انا ايه زودت مساحه العمل بتاعتي. اعمل بقى كنترول H وابدا ارجع الايه الجايد لاينز، وهبدا اشوف انا واقفين عند الكام، عند ال 850، يبقى واقف عند ال 870 دلوقتي، 870 اهو. وبعدين ابدا اخد ايه كوبي من الاربعه دول مع بعض كده، اعملهم كنترول جي وابدا انزلهم بالشكل ده. تمام كده انا ايه قدرت ان انا ارتب اموري. كمان اقدر اسحب الجايد لاينز بتاعتي زي ما انا عايز كده، بحيث ان انا ايه بقفل بقى التصميم بتاعي يكون الشكل بتاعه ايه كامل. تمام، بفضل الله خلصت بقى الجزئيه دي كلها. اصبح عندي كده لما ارجع للتصميم في عندي الجزء الخاص بالفوتر،
وده إن شاء الله نشرحه بقى إيه في المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.